نسائلكم اليوم السيد الوزير حول ظاهرة خطيرة عانت وتعاني منها الإدارة المغربية وبعض الموظفين حد الإدمان، ألا وهي ظاهرة التغيب الغير المشروع عن العمل. ما دفع السيد رئيس الحكومة إلى إصدار المنشور رقم 26/2012 لمحاربة هذه الظاهرة؟ لذلك اليوم نتساءل السيد الوزير عن مآل هذا المنشور ومدى تنزيله في أرض الواقع.